النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام بالأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة، وهي مسجلة من المنزل نظرا للظروف التي تعيشها المملكة والعالم أجمع، نظرا لأزمة أو فيروس أو تفشي فيروس الكورونا. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. كما نلاحظ معكم من المحاور الثلاثة المبينة، نلاحظ معكم تواجد توقعات بتواجد منخفض جوي خماسيني خلال مطلع هذا الأسبوع، لكن المنخفض الجوي الخماسيني الأول هو منخفض جوي خماسيني ضعيف، بمعنى أن تقلبات درجات حارة المرافقة له هي تقلبات محدودة. كذلك الحال الغبار المرافق له هو غبار بكميات ليست بالكبيرة. أيضا توقعات الأمطار المرافقة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني هي توقعات بأمطار خفيفة انهطلت في مناطق متفرقة ومحدودة من المملكة. توقعات أيضا بقدوم منخفض جوي خماسيني آخر خلال نهاية الأسبوع، لكن هذا الأسبوع ستعيش المملكة على وطأة ارتفاع تدريجي وملموس في الحارة، بحيث تقترب من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت العام بعد أن انخفضت بشكل لافت خلال الأيام الماضية. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية في البداية باستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية والمستلمة لدينا هنا في طقس العرب. توضح معنا صور الأقمار الاصطناعية الحالية. تواجد لكميات كبيرة من السحب المنخفضة فوق العديد من مناطق المملكة، سواء الشمالية الوسطى الجنوبية الشرقية، وهي مرافقة لبقايا الكتل الهوائية الباردة والرطبة التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية. هذه السحب المنخفضة تستمر بالظهور خلال الساعات القليلة القادمة حتى ساعات نهاية هذا اليوم، وتوقعات خلال ساعات الليلة القادمة بتشكل للضباب. نبدأ معكم بالمحور الثاني، وهو استعراض درجات الحارة خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم من خلال توقعات درجات الحرارة توقعات بارتفاع في درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة، كما وضحنا قبل قليل توقعات بأن يكون هذا الارتفاع بشكل تدريجي وملموس خلال معظم أيام الأسبوع الحالي، بحيث تقترب من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، بحيث تكون أو يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان خلال هذا الأسبوع من شهر آذار تقريبا بحدود 19 أو تقريبا 20 درجة مئوية. نلاحظ معكم درجات حرارة تقترب من هذا المقدار في العاصمة عمان، وبالتالي درجات حارة حول المعدلات ودرجات حارة أدفأ من المعتاد ومن الدرجات التي سجلت خلال الباردة التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية. نلاحظ معكم الآن بالحديث عن محور الضباب، توقعات بتدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليلة القادمة فوق العديد من مناطق المملكة، لا سيما مناطق البادية والسهول الشرقية والطرق الصحراوية النافذة سواء جنوبا وشرقا، بفعل توقعات بتشكل الضباب مع ساعات الليلة القادمة متأخرة وساعات فجر وصباح يوم غدا الاثنين. ننتقل معكم الآن للحديث حول التوقعات الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان. كما نشاهد درجات حارة باردة لا تزال متوقعة خلال الليلة القادمة، تقريبا 4 درجات مئوية هي الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان. كما نلاحظ أجواء باردة بشكل لافت مستمرة خلال الليلة القادمة، تكون الأجواء غائمة جزئيا مع ساعات الليلة الأولى بسحب على ارتفاعات منخفضة، في حين تتناقص هذه السحب مع مرور ساعات الليل، ولا يستبعد تشكل الضباب في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة عمان. توقعات الأيام الثلاثة القادمة نلاحظها معكم هنا، كما تحدثنا في توقعات الأيام القادمة توقعات بأن يطرأ ارتفاع تدريجي وملموس على الحارة، بحيث تعاود وتصبح وتقترب من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام. يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان تقريبا بحدود 19 درجة مئوية، يقارب 20 درجة مئوية في العاصمة عمان والعديد من المدن الأردنية، في حين نلاحظ معكم هذه الدرجات هي متوقعة لمرتفعات العاصمة عمان خلال الأيام القادمة، وبالتالي توقعات بأن تلامس الحارة
حاجز 20 درجة مئوية في العاصمة عمان والعديد من المدن الأردنية، في حين تكون في نهاية العشرينات درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما نلاحظ معكم من خلال توقعات الثلاث أيام احتمالية لإثارة الغبار والأتربة، وبالتالي حدوث لندن خفيف ومتفاوت في مدى الرؤية الأفقية بفعل تأثير منخفضين جويين خماسينيين. الأول هو منخفض جوي ضعيف خلال اليومين القادمين يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، كذلك حال ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء وظهور للسحب على ارتفاعات مختلفة. قد يتخلل هذه السحب هطول بعض للزخات الخفيفة المحلية من الأمطار فوق العديد من المناطق، تكون على هيئة أمطار طينية نظرا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. نلاحظ معكم هذه التوقعات مستمرة خلال الأيام الثلاثة القادمة في العاصمة عمان نظرا لاستمرار توافد المنخفضات الجوية الخماسينية أو بدء توافد المنخفضات الجوية الخماسينية صوب المنطقة. طبعا نعيد ونكرر، المنخفض الجوي الخماسيني هو عبارة عن منخفض ينشأ في مناطق صحراء الجزائر، يتحرك شرقا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط حاملا معه كميات كبيرة من الغبار خلال مسيره نحو الشرق قادما من تلك المناطق، وهي تمتد على مدار 50 يوما، لذلك سميت بالخماسينية. تبدأ هذه المنخفضات الخماسينية بالتأثير مع الاعتدال الربيعي تقريبا مع 21 من آذار من كل عام، وتمتد حتى 10 من أيار من كل عام، وهي بالتالي تمتد على مسافة أو على مدى 50 يوما، لذلك سميت بالمنخفضات الخماسينية. إذن كان كل ذلك من هنا من طقس العرب، من المنزل إلى اللقاء.